السلام عليكم، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر. على الأولى إليكم أبرز عناوينه: الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدولة الإمارات العربية المتحدة تفتح صفحة جديدة في مسلسل الشراكة والتعاون بين البلدين، والإعلان عن ميلاد الشراكة المبتكرة ومتجددة وراسخة بين الرباط وأبوظبي يمهد الطريق لبناء مستقبل مشترك عبر استثمار الفرص والقدرات المتاحة بالبلدين. رسالة ملكية سامية يوجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو فيها جلالته إلى مواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. بمدينة فاس اختتمت أشغال الدورة العادية لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، حوالي 400 عضو يمثلون 48 بلدا إفريقيا توافقوا حول عدد من البرامج والمشاريع المستقبلية. أهلا بكم. مرحلة جديدة تعيشها العلاقات المغربية الإماراتية. الزيارة الرسمية والتاريخية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمشرقة من شأنها تعميق أواصر الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وأبوظبي وبين البلدين الشقيقين، رغبة مشتركة في مواصلة تعزيز سبل التعاون المثمر والعلاقات الاقتصادية التاريخية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. شراكة مبتكرة ومتجددة راسخة ومتعددة الأبعاد. محمد رضا العبيدي ونور الدين اللباني. بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تنهل من روابط متجذرة، وضع أسسها المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واليوم تتعزز أكثر فأكثر في عهد جلالة الملك محمد السادس وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعانق شراكة مبتكرة متجددة وراسخة، شراكة تجسدها مذكرات تفاهم وقعت لتعطي زخما جديدا للتعاون المغربي الإماراتي وفق رؤية طموحة مثمرة ومتطورة. ثمرت إرادة القوية والرغبة الأكيدة لدى قائدي البلدين من أجل التنسيق والتعاون على أساس الشراكة الاستراتيجية في مجالات المال والأعمال والعقار والتجارة والاستثمار، وكذلك في المجال العسكري، وأيضا في عدد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية اليوم بالنسبة للبلدين. هي فرصة للتباحث حول القضايا الاقتصادية المشتركة وحول مزيد من الاستثمارات الإماراتية وكذلك المغربية المتبادلة من أجل العمل على إيجاد فرص للتكامل الاقتصادي. شراكة تنطلق من مكتسبات نلمسها على أرض الواقع. نتحدث اليوم عن فرص وإمكانات في مجالات الاستثمار ومؤهلات عديدة يتقدمها الأمن والاستقرار والمناخ المحفز للأعمال. اليوم تطلع لاستكشاف فرص جديدة في قطاعات متنوعة، بدءا بالبنية التحتية مرورا بالمياه والطاقة والنقل والتنمية المستدامة وصولا إلى الاتصالات والاقتصاد الرقمي. الإمارات العربية المتحدة تعتبر أول مستثمر عربي في المغرب وثاني عالميا، كذلك تعتبر ثاني شريك اقتصادي عربي للمغرب، وبالتالي فهذا يعني بأن العلاقات الاقتصادية جد متميزة بين البلدين سواء على مستوى الواردات أو الصادرات. دائمة الحضور في رؤية ملكية واعدة، التنمية في القارة الإفريقية. مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بمناسبة الزيارة الملكية إلى الإمارات العربية المتحدة هي أيضا بعنوان إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا. فإن جلالة الملك دائما يعني ورائد ومهندس للمشاريع الكبرى والاستراتيجية، طبعا من خلال التفكير في استراتيجية تنمية القارة الإفريقية وربط المغرب بأهم المشاريع الدولية، لأن أنبوب الغاز مثلا نيجيريا المغرب ثم أوروبا يمر عبر 13 دولة،
وهذا الأنبوب يخدم التنمية في 13 دولة في إفريقيا الغربية، بالإضافة إلى أنه مشروع عملاق، مشروع استراتيجي، شراكة اقتصادية متفردة في أبعادها ومراميها. العلاقات المغربية الإماراتية تكرس المكتسبات وتتطلع إلى آفاق أرحب لتؤسس لنموذج شامل ومتوازن للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. علاقات يؤطرها تقدير متبادل، تعاون مثمر، تضامن فاعل، والتزام ثابت بشراكة رابح رابح. وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع يحضر معنا في بلاطو أخبار الظهيرة السيد محمد الشرقي المحلل الاقتصادي. إذن أستاذ الشرقي أهلا بك. إذن أستاذ الشرقي، ما الذي يجعل من الرؤية الملكية الاستراتيجية لهذه الشراكة المبتكرة والمتجددة والراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بهذه القوة وهذه النجاعة، والتي أثمرت كذلك هذا الزخم في الشراكة الاقتصادية بين البلدين بعد الزيارة ميمونة لجلالة الملك لدولة الإمارات، والتي تحمل العديد من الدلالات والرسالات؟ فعلا تحمل الكثير من الدلالات والرسائل، وأدل على ذلك هو الاستقبال الذي حظي به جلالة الملك، استقبال كبير استثنائي في أبوظبي. هذا يعكس متانة وقوة وتجدر العلاقات القوية والتاريخية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمعنى آخر أنه العلاقات بين البلدين هي علاقات يعني نقول استثنائية، وبالتالي هي تتجدد في كل محطة وفي كل مرحلة من التاريخ. وبالتالي اليوم نشهد ما يسمى الجيل الثاني من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، وبالتالي هذا المجالات الآن مجالات كلها مفتوحة. طبعا هناك الاقتصاد اللي هو يعني ركن الزاوية في هذه الشراكة، ولكن هناك القطاعات الأخرى ذات البعد الاستراتيجي. فعندما نتحدث عن البعد الاستراتيجي نحن نتكلم عن المغرب في امتداداته الجغرافية أو الجيو يعني جيوغرافيك يعني أو الجغرافية اليوم نسمى الجغرافية حتى الاقتصادية. وبالتالي مثلا المغرب يريد من الإمارات المتحدة أن تكون شريكا في مشروع ضخم، مشروع أنبوب الغاز الذي يهم 13 البلد في أفريقيا الأطلسية، كما أن المغرب له امتداد داخل الأسواق الإفريقية المختلفة، والمغرب له أيضا اتفاقية نقول منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا امتياز يعني لا تحظى به أي بلد عربي. كأن المغرب وكذلك المغرب له وضع امتياز داخل الأسواق الاتحاد الأوروبي يعني. وبالتالي يعني هذه الميزة التي يتميز بها المغرب هي حافز وجاذب للاستثمارات الإماراتية نحو بلدنا، وبالتالي هناك ما يسمى يعني تكامل يجعل الطرفين رابح رابح فيما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. نعم. إذن أستاذ الشرقي، شراكة مغربية إماراتية قوية بكل ما يحمله الموضوع من معنى، أين تكمن كذلك القيمة الاقتصادية والاستثمارية للمشاريع الجديدة التي تم توقيع بشأنها مجموعة من الاتفاقيات؟ هناك اليوم نقول أكثر من 10 مجالات، وكل مجال يعني فيه العديد من القطاعات. فبالتالي القطاع مثلا البنى التحتية وهو ده القطاع المهم جدا، هناك أيضا اللي فيه السكك والمطارات والموانئ يعني، وهذا مهم لأنه مهيكل بالنسبة للاقتصاد المغربي ويساعد على جذب الاستثمارات. هناك أيضا المجالات الأخرى ذات البعد نقول استراتيجي اقتصادي، مثلا إنتاج الماء، تحلية مياه البحر، الأمن الغذائي، تطوير الأسمدة الفوسفاتية، ونحن نعلم ريادة المغرب في مجال الفوسفات، أيضا إنشاء يعني أسطول تجاري، وما يحوز المغرب أن يكون له أسطول تجاري كبير. والآن نحن يعني بصدد بناء يعني ميناء ثاني كبير على المحيط الأطلسي اللي هو ميناء الداخلة، وبالتالي الداخلة هي يعني بوابة القارة الإفريقية. فبالتالي يعني كل هذه المجالات طبعا تساهم في تطوير الاقتصاد المغربي وفي يعني نقول جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. وقد أقول أنه يعني في السنوات السبع
إن شاء الله المقبلة قد يحقق المغرب نهضة اقتصادية غير مسبوقة في أي منطقة من دول الجنوب، إذا استثنينا ربما بعض الدول في آسيا الصين وبعض يعني دولتين أو اثنين. فبالتالي المغرب بهذه الاستثمارات قد يحقق يعني نقول طفرة قد توازي 25 سنة من التاريخ لو بقينا مثلا بالطريقة الكلاسيكية للتمويل. فبالتالي في رأيي أنا هذه التمويلات وهذه المشاريع ستخلق يعني نهضة كبيرة جدا في المغرب إن شاء الله. إذن قبل أن نوصل معك الحوار أستاذ الشرقي، الزيارة الرسمية والتاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدولة الإمارات العربية المتحدة لا زالت تستأثر بالاهتمام في الأوساط الإماراتية لما لها من أهمية على مستوى تمثيل العلاقات الثنائية بين البلدين. زيارة تفتح صفحة جديدة في مسلسل الشراكة والتعاون المثير بين البلدين، خاصة بعد الإعلان عن شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين الرباط وأبوظبي. بعثة الأولى والتفاصيل. باهتمام كبير تابعت أوساط المستثمرين المغاربة والإماراتيين ورجال الأعمال زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لطبيعة الشراكة الثنائية وحجم مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين. فهذه الزيارة الملكية غادي تعطينا فعلا فرص كثيرة للتعاون بين الدولتين وللتعاون في المجال الزراعي، سواء من ناحية التكنولوجيا، سواء من ناحية فتح الأسواق بالمنطقة، وأيضا نديروا بزاف الأد فاليو للزراعة، يعني ما نمشوش فقط في الإنتاج ولكن نمشوا في الإنتاج وفي التصنيف وفي أننا نديروا بروسيسين أكثر للمواد الزراعية باش نزيدوا المدخول ديال المغاربة وديال الشركات المغربية من المواد الزراعية. وحنا فخورين كتير بالإنجازات اللي تمت في بلدنا الحبيب المغرب خلال السنوات الماضية. وأنا شخصيا هذه الزيارة هذه مرة تانية بتأكد العلاقات الأخوية والعلاقات التاريخية اللي ما بين البلدين. وكان عندنا لقاء أول أمس مع الفيدرالية الكونترولية المغربية للمقاولات، كان لقاء أخوي وكانت فرصة للمغرب مرة تانية يطرح الفرص الواعدة اللي موجودة في البلد واللي من خلالها مرة تانية وضح للإخوان الأعضاء غرفة التجارة أبوظبي المشاريع اللي منطلقة حاليا. وهذا أكد مرة تانية على الاتفاقية اللي توقعت ما بين الشعبين أو الحكومتين. هذا حتزيد من هذه الاستثمارات الإماراتية اللي متواجدة حاليا في المغرب. أنا أحط بصراحة أن المغرب عنده الإمكانيات بأن يتميز مثل ما هو الآن في منطقة شمال أفريقيا ويكون الرائد في مجال التطوير التجاري بما يتمتع به من إمكانيات طبيعية وإدارية ومصادر أيضا دخل، بالإضافة إلى ذلك وجود العقلية التجارية عند الأخوة المغاربة. فنأمل إن شاء الله الاتفاقية هذه أن تسهم وأن الأخوة المستثمرين سواء من الإمارات أو من المغرب ينتهزون هذه الفرصة ويدعمون الجهود اللي بذلها جلالة الملك واللي بذلها صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد في تطوير هذه العلاقة. الثبات والرسوخ صفتان تلازمان العلاقات المغربية الإماراتية على مدى العقود والسنوات، علاقات تزداد اليوم متانة وقوة بفضل ما تم إنجازه خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وصفحة جديدة ستضيف للعلاقات الثنائية دفعة قوية وقيمة نوعية على كافة المستويات. وفرحانين بزاف بالزيارة المولوية اللي جا فيها سيدنا نصره الله وأيده، وتنشكروا الإمارات العربية المتحدة الدولة الشقيقة على الدعوة الكريمة، وفرحانين بزاف هذه الاتفاقية اللي كانت ما بين المملكة المغربية والإمارات العربية اللي تفتح آفاق سواء للمغاربة المقيمين هنا في الإمارات سواء كذلك للمغرب. صار لي 10 سنوات بدبي والحمد لله في فرص للاستثمار هنا في دبي، وإحنا جد سعداء بمجيء جلالة الملك محمد السادس للإمارات والعلاقات الوطيدة ما بين الإمارات والاستثمار اللي كاين حاليا. وإحنا عندنا فرص استثمار كجميع الجاليات المقيمة بالإمارات الحمد لله والأمان، وتنتمنى أن الأمور إن شاء الله تستهر أكثر وأكثر.
وبنفس الاهتمام تابع الإماراتيون نتائج الزيارة الملكية للإمارات العربية المتحدة، احترام وتثمين بالغين وتضلع لمستقبل واعد لكلا البلدين. جاءت زيارة الملكية المغربية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستثمارات بين البلدين بوقت على وشك أنه نفتح مدرستنا الجديدة، ونحن فخورين جدا بدخول الماركت المغربي، ونتأمل تطور إن شاء الله بالقريب العاجل. نحن كتير فخورين بالمشروع اللي عم نعمله بزناتا نيو إيكو سيتي. المدرسة على أرض تقريبا 15,000 متر، ورح تتعمر، بلشت العمار على State of the Art Campus حيكون، وطبعا we will be offering curriculum aligned مع international standards، وعنا capacity لحوالي 2,000 طالب. وصرنا نحن محمسين أكثر أنه في دعم من هالبلدين كرمال الاستثمار في المغرب. أصداء هذه الزيارة الكريمة لجلالة الملك لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يوجد لها مثيل. الصحافة الإماراتية، الصحافة المغربية، الصحافة الإقليمية والدولية، قنوات التلفزيونات في العالم كلهم أشاروا إلى هذه الزيارة لأهميتها وللعناية التي حدث بها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. عمق إنساني وشراكة متعددة الأوجه وأوراش كبرى تعود بالنفع على الرباط وأبوظبي، امتدادا لعلاقات عريقة بين بلدين شقيقين، وترجمة لإرادة راسخة بالمضي قدما بهذه العلاقات نحو مستقبل أفضل. بالعودة إليك أستاذ شرقي، وبالنظر لسياق التحديات التي تواجه الأسواق وكذلك الاقتصاديات العالمية، إلى أي حد تقدم هذه الاستثمارات المغربية الإماراتية في القطاعات الحيوية رؤية استراتيجية وكذلك أجوبة عملية بعيدة المدى بالنظر لهذا السياق الاقتصادي العالمي؟ وفعلا اليوم العالم في إطار تشكيل نموذج اقتصادي جديد، يعني وبالتالي الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد في منطقة آسيا وكل الشرق الأوسط، والمغرب أيضا بلد فاعل في منطقة شمال إفريقيا ومجموع إفريقيا والمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا المغرب هو جزء من الفضاء الأطلسي، وبالتالي هذه الإمكانيات للبلدين إلى حسبناها بالحجم الاقتصادي مثلا عملناها بالبورشيزن، فهي نقول توازي 1.5 تريليون دولار، يعني بالتالي يعني هي فرص هائلة لتدفق الاستثمارات والخبرات في المجالات المختلفة، والكفاءات المغربية والكفاءات الإماراتية موجودة، وأيضا حتى التشريعات، يعني التشريعات المغربية والتشريعات الإماراتية يعني تقريبا متناغمة ومتقاربة جدا، وبالتالي يعني البلدان يستفيدان من هذا نقول الاقتصاد العالمي الجديد، بما يجعلهما يعني يحققان لبلديهما المغرب والإمارات نهضة وتطور كبير للشعوب، وبما يجعل الحضور المغرب الإماراتي في العالم حضور وازن، لا ننسى أنهما يعني هما يعني جناحي العالم العربي إن شئنا، وهما على منطقة هائلة جدا من الإمكانيات ومن الموارد، وأيضا المغرب والإمارات هما على يعني نقول مداخل التجارة العالمية، بما يجعل إمكانية أنه يكون لهما كبلدان شقيقان يعني دور مهم جدا في هذا التشكل الاقتصادي العالمي الجديد. نعم، إذن سيد محمد الشرقي المحلل الاقتصادي، شكرا لحضورك معنا وشكرا على كل هذه التوضيحات. عفوا. رسالة ملكية سامية وجه اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الدولية حول 30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية، كونية حقوق الإنسان فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل. الرسالة التي تلتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار خلالها جلالة الملك إلى ضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة. فرح سعف، عبد الرحيم فيلول، وعبد الفتاح الزوين. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. استحضرات السيدات والسادة،
صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد في رسالته السامية إلى المشاركين في هذه المناظرة الدولية على الحرص الدؤوب والاهتمام البالغ الذي توليه المملكة للنهوض بقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها وتجلياتها ثقافة وممارسة. جلالة الملك أكد أيضا في رسالته السامية التي تلتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الحاجة الماسة والملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلد ذكراه 75 هذا العام. وبهذه المناسبة نتمم انعقاد هذه المناظرة بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتفالاً بهذا الإعلان العالمي وما يتضمنه من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات وما ينص عليه وما يكرسه من قيم كونية، حقوق متأصلة في الإنسان، وما يزال هذا الميثاق التأسيسي يشكل مرجعاً كونياً لتحقيق تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والمساواة والعيش في ظل الأمن والاستقرار. ومن شأن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق متعدد الروافد والانتماءات الذي سيميز لا محالة هذا الملتقى الهام وما سيتخلله من تساؤلات جوهرية أن يسهم في بلورة تصورات وإجابات لتجديد الالتزام الحقوقي في تفاعل مع العمل متعدد الأطراف. جلالة الملك سجل في معرض رسالته بأن الاحتفاء بهذه الذكرى يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال حقوق الإنسان وكذا على مكامن الخلل ومواطن التقصير ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان. في ظل هذه التحديات اختار المغرب أن يسلك مساراً حقوقيا خاصا به عرف ولا يزال تطورا ملحوظا بصم التجارب الدولية في هذا المجال. فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة. وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً وتعزيز رصيد هذه المكتسبات بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. جلالة الملك أكد في رسالته السامية على أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان إلا أن استكمال هذا المسار والالتزام الملح بتحقيقه لن يأخذ أبعاده الملموسة إلا بالتكامل مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. من هذا المنطلق دشن المغرب منذ فترة مرحلة جديدة في الإصلاحات البنيوية والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياساتنا العمومية على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة باعتبارها مشروعاً مجتمعياً يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية. وعلاوة على ذلك دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة لمراجعة مدونة الأسرة بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها بما يصون حقوق المرأة والطفل ويضمن مصلحة الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم مبادئ العدل
والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء لتحقيق الملائمة مع المستجدات الحقوقية ومع القيم الكونية ذات الصلة. جلالة الملك أشار أيضا في رسالته السامية إلى الإشكالات المرتبطة بكونية حقوق الإنسان وإلى المساعي الدولية الرامية إلى بلورة أرضية مشتركة كونية لمنع تكرار مآسي الحروب والفتن وأشكال الاعتداء والتهجير. من هذا المنظور واستنادا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقات واتفاقيات وبروتوكولات، بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، سعيا لإيجاد أرضية مشتركة كونية تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن وأشكال الاعتداء والتهجير. إلا أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد العهدين الدوليين أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلة قد تحمل حلولا خلاقة لضمان فعلية حقوق الإنسان، وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار. وفي ختام رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها. وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر يوم الثلاثاء 21 جماد الأولى 1445 هجرية الموافق لخامس دجنبر 2023 محمد السادس ملك المغرب. في موضوع آخر، اختتمت اليوم أشغال الدورة 15 لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تميزت بانضمام 14 دولة إفريقية جديدة ليصبح عدد فروع المؤسسة 48 فرعا. وقد تم صباح اليوم تقديم البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة وعرض التوصيات المنبثقة عن أعمال اللجان الأربعة الدائمة، في حين سيتم الإعلان عن ميثاق العلماء الأفارقة. وينضم إلينا مباشرة من مدينة فاس الشيخ عبد القادر إبراهيم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالصومال. سيدي الكريم أهلا بك. إذن ما هي أهم المشاريع والتوصيات التي انبثقت عن اجتماع اللجنة الأربعة الدائمة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة؟ شكرا سيدي العزيز. أهم المواضيع التي انبثقت من هذا وأهم المشاريع، كان هناك أكثر من 20 مشروعا، ومن أهم هذه المشاريع مشروع للمسابقة القرآنية التي سار لها دورتها الرابعة، وكذلك هناك مسابقة لحفظ الحديث الشريف، وكما أن المؤسسة قائمة لحفظ الثوابت الدينية فهناك ندوة علمية حول إمارة المؤمنين ودورها في تواصل علماء المغرب وعلماء إفريقيا والمغاربة، وأيضا هناك
دورات حول المذهب الأشعري والمذاهب الأربعة ودورهم في حفظ كليات الدين، وهناك يعني مشروع حول تأهيل الأئمة وتكوينهم، وهناك أيضا مشروع حول ما يسمى القناة، قناة المؤسسة، حول قناة يكون للمؤسسة وقناة يكون عبر الإنترنت، وأيضا هناك تقنيات أخرى، فمشاريع كثيرة انبثقت من هذا، وكان هناك توصيات جليلة حول كيفية التعامل العلماء مع المجتمعات التي يعيشون فيها ليظهر دور الدين فيهم، وليخفف كاهل القيادات والدول من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية، لأنه إذا تم يعني دور تفعيل الدين ودور العلماء صار ثابتا في هذه الجوانب، فتكون الدول ترتاح عما تلقاه من المشاكل من المجتمعات لبناء الروح للشخصية المسلمة في هذه الدول. نعم، تم التوافق كذلك خلال أشغال هذه الدورة على انضمام 14 فردا جديدا للمؤسسة. إلى أي حد يساهم ذلك أستاذ في خدمة الإشعاع الديني والروحي للمؤسسة، وكذلك التعريف بدور إمارة المؤمنين في حماية الملة والدين؟ سيدي، من الأشياء التي يمكن أن نعتبرها مرموقة في هذه الدورة انضمام مرة واحدة 14 دولة إفريقية وتأسيس فروع لها، وهذا مما يعني يبث الشعاع الروحي والديني الذي كان يقوده جلالة أمير المؤمنين يعني أمن الروحي للدول الإفريقية، وكذلك مما يبعد المجتمعات الإفريقية عن التطرف ويعيدهم إلى ثقافتهم وإلى تراثهم الحنيف حول المذهب الأشعري، وأيضا مما يدافع عن عقولهم الغزوات الفكرية ويجعلهم مؤهلين ليؤدوا رسالتهم الحنيفة، رسالة العدل والسلام التي يعني يحملها الدين ويراعيها جلالة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه. وهذا مما يكمل المؤسسة، والآن وصلت المؤسسة كما تفضلت 48 دولة فروع فيها فروع، وإضافة إلى الفرع المركز الذي يعتبر المغرب الشقيق. فإذا صارت المؤسسة مؤسسة إفريقية، وتجعل إفريقيا كلها تشع بنور الإيمان بفضل جلالة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه ونصره على أعدائه. نعم، عندنا الشيخ عبد القادر إبراهيم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالصومال، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. قروض الشرف مبادرة تروم دعم ومواكبة مشاريع الشباب المدرة للدخل، مبادرة استهدفت عددا مهما من أبناء جهة قلميم ودنون في العديد من المجالات والقطاعات. حافظ محضار وجمال خصاصي. وحدة لصناعة الأفرشة التقليدية والعصرية بقليميم هي من ثمار برنامج قروض الشرف التي تمنح لشباب جهة قليميم ودنون، وهي تفعيل لاتفاقية شراكة لدعم أفكار مشاريع ومبادرات الشباب وقع بين مجلس جهة قليميم ودنون والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجمعية قليميم ودنون مبادرة. مقر الجمعية الحاضنة لهذا الورش الخلاق يستقبل المزيد من شباب المنطقة المتطلعين لإطلاق مبادرات مماثلة مدرة للدخل. قليميم ودنون مبادرة غايتها هي تشغيل الشابات والشبان بالجهة بالأقاليم الأربعة، وذلك بتمويل مشاريعهم من لجعل تلك المشاريع تسير بدون إشكاليات مادية وتنطلق انطلاقة سليمة، وذلك بتسليمهم مبالغ قروض شرف لكي تعطى الفرصة لكل شاب وشابة له فكرة مشروع يتم تمويلها، وخاصة أن الجهة تشهد إن شاء الله طفرة
للمشاريع دولية مهمة للغاية ستخلق مناصب شغل، وهذه المناصب الشغل ستحتاج إلى مشاريع خدمات كثيرة ومتنوعة. برنامج قروض الشرف الموجه للشباب يراهن على تأمين الاعتمادات المالية لقرابة 1000 مستفيد من شباب جهة تكليم موادنونة بقصد إطلاق مشاريع مديرة للدخل، وهو بادرة في مسار تقليص من نسب البطالة المتفشية بالمنطقة. جينا اليوم جمعية مبادرة كريميم من أجل أنه نكتشف يعني المشاريع اللي كتقوم بالتمويل ديالها الجمعية، وإحنا كشباب يعني حاملين المشاريع ديالنا خاصة، بغينا إن شاء الله نشوف هذا المسار هذا ونكون رأسنا ونديروا مشروع خاص اللي نعاونوا به رأسنا ونعاونوا به أيضا المجتمع والعائلة. تكون مهني في 2012 وكنت خدام مع الجميع، خدمت في الصالونات ديال في جهة واد نون، وسهل الله حتى تلقت هذه المبادره ديال واد نون وتفعلنا البروجي ديالنا ودنا المحل ديالنا والحمد لله. مشروع واعد اذا يتجاوب مع انتظارات شباب جهه تكليم واد نون وينسجم واستراتيجيات التنميه المستدامه بهذا الربع من الجهات الجنوبيه. بهدف الانفتاح على التراث والمآثر التاريخية وفي إطار فعاليات مهرجان ارحامنا للموروث الثقافي والسياحي، تمت برمجة زيارة استطلاعية لفائدة طلبة وباحثين وفعاليات جمعوية للساقية اليعقوبية بجامعة ولاد أملول والخزانات المائية بسيدي بوعتمان، هي معالم تبرز بعضا من إرث هذه المنطقة البيئي والتاريخي. حنان أرسلان وعمر جليدي. الساقية اليعقوبية معلمة أثرية تعود للعهد الموحد، وهي من أكبر التنظيمات الفلاحية بشمال إفريقيا بامتداد على 90 كيلومتر. مهمة الساقية جلب المياه من وادي الخضر ووادي السوت للبحيرة بهدف الري والشرب. زيارة المكان بحث في الذاكرة وتثمين لموروث المنطقة، وهي أطلال تثبت على مرور إحدى القنوات الهامة التي تعود إلى القرن الثاني عشر، وهي الساقية اليعقوبية القادمة على مسافة 90 كيلومتر من واد الخضر نحو منطقة البحيرة. وهذه القناة كانت تخترق مجموعة من المجالات الجغرافية، طبعا من بينها تخترق مجالات المجاري المائية الأودية. جينا باش نشوفوا باش نكتشفوا هذا التراث المادي ولا مادي للعهد ديالو فوق من 9 القرون، يعني جينا واحد الزيارة مهمة جدا جدا باش نشوفوا هذا التراث هذا ونشوفوا طرق الحماية ديالو. الخزانات المائية بسيدي عثمان من أهم المعالم الأثرية للمنشآت المائية في العصر الموحد، تخزين لما يناهز 32 ألف متر مكعب من المياه، وهو ما كان يؤمن حاجية الساكنة لمدة عام كامل. هذه الخزانات تتكون من 3 عناصر كبرى. العنصر الأول هو سد التجمع، هذا السد تجمع فيه المياه وتمر عبر العنصر الثاني اللي هو الساقية لتأتي هذه المياه إلى هذا الحوض. تثمين هذه المعالم الأثرية وترميمها وجعلها نقطة جذب سياحي من بين ما ركز عليه المتدخلون في هذه التظاهرة الثقافية، مع التأكيد على دور المجتمع المدني والإعلاميين للنهوض بالإشعاع السياحي والتراثي بإقليم أرحامنا. رياضيا، يشارك الفريق الوطني لرياضة تنكسودو في البطولة الإفريقية بالكوت ديفوار منتصف الشهر الجاري. العناصر الوطنية دخلت في تجمعات إعدادية متتالية استعدادا لهذه البطولة، وهي تبحث في رحلتها الأولى من نوعها علق بها الإفريقي الأول. خالد شخمان ومحمد العروي. 3 تجمعات تدريبية خاضها المنتخب الوطني للتونكسودو استعدادا للبطولة الإفريقية الكبار التي تقام بأبيجان بالكوت ديفوار في 15، 16، و17 من شهر دجنبر الجاري. الفريق الوطني استعد كفاية لهذه البطولة. إن شاء الله حصل اللقب الإفريقي ورفعوا درابو المغرب، وشكر خاص للجميع الأساسي اللي بذلوا لنا مجهودات كبيرة، وإن شاء الله نكون في المستوى. ان شاء الله حنا غادي نعازنين باش نحققوا اللقب على هاد الاستعدادات اللي نديروا دابا، درنا استعدادات وكذا، غادي ان شاء الله باش نجيبوا اللقب بطولة افريقيا اللي غتكون بالمدينة ابيجان بالكوت ديفوار.
يشارك المنتخب الوطني بستة أبطال ثلاث ذكور وثلاث إناث، ويعول على التجربة التي راكمها الأبطال الستة في مختلف المسابقات للعودة بنتيجة إيجابية من الكوت ديفوار. ركزنا فيه على لو كوتي تكنيك ولا استراتيجي دو كومبيتيسيون، وحاولنا يكون ان تيست باش نشوفوا فيه لا بيرفورمانس نتاع نوزاتليت. الحمد لله نوزاتليت راهم اون بول بيرفورمانس، وان شاء الله نشرفوا الوطن. في الاعداد البدني حاولنا نخدموا معهم على لا بوسونس مسكولير بلس لونديرونس مسكولير. الحمد لله ما عندناش اعطاب، المنافسين عارفين المسؤوليه اللي عليهم في الافريق، باش يحاولوا ان شاء الله ما نمشوش كالسياحه، نمشوا نلعبوا على الرتبه الاولى ان شاء الله. البطولة الإفريقية للتونكسودو بالكوت ديفوار هي أول تجربة إفريقية للفريق الوطني الذي يملك كل الإمكانيات التقنية والبدنية للانطلاق بقوة في مختلف التظاهرات الرياضية القارية والعالمية. إلى التذكير بالعناوين: الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدولة الإمارات العربية المتحدة تفتح صفحة جديدة في مسلسل الشراكة والتعاون بين البلدين، والإعلان عن ميلاد الشراكة المبتكرة ومتجددة وراسخة بين الرباط وأبو ظبي يمهد الطريق لبناء مستقبل مشترك عبر استثمار الفرص والقدرات المتاحة بالبلدين. رسالة ملكية سامية يوجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدعو فيها جلالته إلى مواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. بمدينة فاس اختتمت أشغال الدورة العادية لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. حوالي 400 عضو يمثلون 48 بلدا إفريقيا توافقوا حول عدد من البرامج والمشاريع المستقبلية. إلى اللقاء.